مساكم الله بالخير يا جماعة، يعطيكم العافية. اليوم صراحة أنا آسف بس عندي شوية تحلطم، يعني تحلطم عيوز بايقين عشاها. يعني من أول ما طلع السوشيال ميديا عندنا وأنا أشوف الناس تتابع ناس ما عندها أي هدف بحياتها، ما عندها أي شيء يتقدمه، وكل يوم يزيدون عن اليوم اللي قبله. وأكثر شيء يعني خلاني أتنرفز لما شفت إكسبو ميلان والناس اللي مودينهم هناك عشان يتكلمون عن المعرض وعن الإنجازات. مع احترامي حق الاشخاص اللي ودوهم معرض اكسبو من السوشيال ميديا، ولكن ما شفت ولا واحد فيهم يستاهل انه يكون بمعرض اكسبو. بالمقابل في ناس مثلت وشرفت الكويت ما ودوهم ولا عبروا. انا تحلطم اليوم مو على مشاهير السوشيال ميديا، انا تحلطم اليوم على الناس اللي سووا هالاشخاص مشاهير بالسوشيال ميديا. يعني لو بنشوف لستة اي واحد من اللي موجودين بالسوشيال ميديا راح تلقى ان اغلب الناس اللي مسوي لهم فولو اما ناس تافهه ما عندها هدف او بنات. ليش اغلب الناس قاعدين يضيعون حياتهم متابعه ناس ما يفيدونهم ولا يقدمون لهم اي فائده ولا يسوون اي شيء بحياتهم، مجرد مضيعه وقت؟ واتمنى انه ما يطلع لي واحد يقول لي مو لازم كل اللي اتابعهم ناس مفيده وتفيدني. لا حبيبي، لازم ناس تفيدك وتستفيد منهم، لان الله ما خلقك بهالدنيا عشان بس تخلص اكسجين. الكره الارضيه حاليا فيها 7 مليار و300 مليون بني ادم عايشين، الله ما حط ولا واحد نفس الثاني، كل واحد فينا عنده ميزه تميزه عن غيره. يعني اللي أبي أوصله إن كل واحد فينا ممكن يكون له قيمة ولا فايدة بالمجتمع والدنيا، مو لازم إن أنا أكون بس متابع. يعني الدول والحضارات تقوم على أفكار مبدعينها، إذا أنت مبدعينك وأفكارهم سخيفة شنو تتوقع حضارتك ودولتك بتكون؟ أكثر شيء منرفزني هذا الجيل التسعينات واللي بعده، كل شيء عندكم وهم تدورون على السخافة وإنكم تصيرون مثلنا. يعني أنتوا جيل انولدتوا بينكم وبين المعلومة والمعرفة والتقدم والتطور شعرة، بس ان انت تكتب على كيبورد بموقع اسمه جوجل كل شيء. ليش مصرين ان اللي تكتبونه بجوجل شيء تافه نفس الجيل مالي والجيل اللي قبلي وجيل السخافات اللي احنا عشنا فيه؟ احنا تربينا وعشنا ان والله اهلك يربونك، المدرسة تربيك، انت والانترنت قاعد يربيكم. ليش تدورون سخافة الانترنت بس؟ ليش ما تدورون المفيد؟ لو بسأل أغلبكم كم كتاب قريته هالسنة، يمكن ما قرأ سطرين جريدة مو كتاب. ممكن إذا قرأوا روايات مسخرة طبعا. بسأل سؤال ثاني، كم واحد فيكم عنده هواية قاعد يضيع فيها وقته ويهتم فيها ويركز فيها ويبني نفسه بهالهواية هذه؟ صدقوني لو كل واحد فينا كان عنده هواية وقاعد يهتم فيها، ما راح نلقى كمية السخافة والتفاهة اللي احنا عايشين فيها وبمجتمعاتنا. انا يا جماعه انا ما قاعد اتكلم انتم عن شنو اهتماماتكم وشنو تحبون، انا قاعد اتكلم ليش ما عندكم اهتمامات صحيحه بحياتكم، ليش ما تنمون حياتكم. يعني متابعه ناس ما لها اي هدف، ما عندها اي معنى بالحياه، مجرد انها هي تضحك او انها واحده حلوه، شنو انت استفدت بهاليوم لما تقعد تشوف هالاشكال؟ شنو استفدت؟ وبعد ما تتابعون الناس لا تفيدكم ولا تقدم لكم شيء جديد ولا تخدمكم بحياتكم، تقعدون تتحلطمون عليهم ليش صار عندهم فلوس وليش صاروا كذي، ما انتم اللي سويتوا. ارجع واقول لكم، انا انتو جيل التسعينات واللي بعده ماني قادر افهمكم، كل شيء عندكم، انتو عايشين باحسن زمن، ليش ما انتو قادرين تستغلونه صح؟ ليش مثلا لما دش يوتيوب القى ثلاث ارباع الشانلات اللي يتكلمون عن التليفونات وريفيو يا هال، وعندنا يدورون رقص ومسخره؟ ليش؟ ليش ما تسوي شيء يفيدك حق نفسك؟ تعلم انت شيء حق نفسك بدل لا تقعد تضيع وقتك كذي خايف من الناس وشنو يقولون. انا بس ابي اعرف شغله واحده، احنا على جيلي والجيل اللي قبلي لما كنا نسوي بلاوي ما حد كان يدري لانه ماكو سوشيال ميديا. انتوا الحين بجيلكم ما تقول لي شلون بتخش انا عيالك باكر. تخيل نفسك بعد 10 سنين 20 سنه ياك ولدك يقول لك بابا لقيت صورتك بالانترنت وانت قاعد ترقص، شنو موقفك؟ شنو تكفى؟ انا صراحه ما اشرح على الناس اللي صاروا مشهورين لان هم الله وفقهم بهالشيء، منكم انتوا اللي سويتوهم كذي، انا اشرح عليكم انتوا بدعمكم حق هذه الاشياء قاعد تخلقون اجيال قاعد تطلع وتكبر ان تبي تتبع نفس الخطوات اللي هم قاعدين يسوونها. لما اشوف واحد يطلع يمسخر نفسه ويترقص عشان يصير مشهور وصار مشهور وقاعد يطلع بالشهر فوق 3000 4000، انا كياهله بصير مثل. لما تشوف واحد تافه يتكلم باعراض الناس وما حد يحاسبه وهم يطلع فلوس من الاعلانات ودعايات، اكيد بصير مثله. هذه الاجيال اللي قاعد تطلعون الحين. لو اذكر لكم اسم واحد انا متاكد انه ولا واحد فيكم يعرفه، بس دشوا جوجل كتبوا نايف الروضان، تكفون كتبوا نايف الروضان. آسف لو سمحتوا كتبوا البروفيسور نايف الروضان، البروفيسور السعودي نايف الروضان، ما حد يعرفه.
لكن الحين لو اسال اي واحد فيكم فلانه الفلانيه شنو، راح تسردون لي تاريخ حياتها، لانه بس تسوي كذي بانستغرام وسناب شات. خلاص يا جماعه، ليه متى احنا بنظل مجتمعات متخلفه ورجعيه ومخنا محدود ونفكر بس بالتفاهه؟ ليه متى؟ ليه متى بس اذا سمعنا عن اسم واحد عربي او مسلم صار مشهور برا عند الغرب والكفار، هني نقول اه شوفوا العرب شنو سووا، زين ما عندكم؟ ولو اي واحد من برا بيجي يشوف اللي عندنا والمشاهير اللي عندنا، راح يلقى ان ماكو شيء، صفر على الشمال، مو كفو. شوفوا بسبب هذا كله، شوفوا المستوى اللي احنا عايشين فيه، كل شيء رايح ليه تحت، ماكو شيء قاعد يصعد، كل شيء ليه تحت. الفن، الموسيقى، التعليم، التربية، الأخلاق، كل هذا قاعد ينعدم عندنا، قاعد يصير صفر على الشمال. مو مهم، المهم إن أنا أعيش وأطلع. أنا صراحة قرأت وايد وزهقت، أنا زهقت من كثر ما قاعد أتحلطم. المهم، جيل التسعينات واللي بعده، يا ريت تكفون كبروا خلاص، فتشوا عقولكم، صيروا أحسن منا. ثلاث أرباعكم التليفون بيده 24 ساعة، بدل لا تشوفوا الناس تافهة وتضحك وهذا، تعلموا شيء، فيدوا الناس وفيدوا نفسكم ومجتمعكم. أنتوا أمة رسولها أول كلمة نزلت عليه اقرأ. ما يصير إن أنتوا أول كلمة عندكم اقرأ ما تقرون حتى مسج. ما يصير تشوف الإحصائيات برا حق الناس اللي تقرأ للفرد الواحد بالسنة 20 30 كتاب، وعندنا بوطننا ومجتمعاتنا صفحتين بالسنة، شنو يعني؟ وبسبب الشيء هذا الناس اللي تصنع الإشاعات والأخبار والكذب هم اللي قاعدين يسوون هذا فيكم، لأن يدرون إن أنتم ما راح تقرون ولا تتأكدون. أنا بالنهاية أتمنى إن أنتم يكون عندكم هدف بحياتكم وتنمون الهدف هذا وتتابعون الناس تنميه، ما بيكم بس تتابعون الناس لأنهم مشهورين وما يفيدونكم بحياتكم. ترى إذا كل واحد فينا اهتم بالشيء اللي هو يحبه، راح نكون مجتمعات تهتم بمواضيع متخصصة، وراح نكون ناس عندهم فكر. راح نلاقي أي واحد صغير راح يشوف المجتمعات هذه شنو تقدم، راح يصير مثلهم ويبي يصير مثلهم، وراح تزيد وراح نتطور. خلاص تكفون، فما